السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي مشاهدي قناة حسن ديزل. اليوم جبت لكم فكرة وهي طريقة سحب استدعاء شهادة سحب استدعاء المشاركة في مسابقة الأساتذة والأسلاك وأسلاك الإدارة. طريقة سهلة، ما عليك أخي إلا أن تذهب إلى هذا الرابط الذي سأضعه مباشرة تحت الفيديو في أسفل الفيديو في الوصف. إن ضغطت على الرابط تظهر لك هذه الواجهة، ما عليك أخي إلا أن تختار السلك الذي سجلت فيه، سلك التعليم أو سلك الإدارة. تختار الولاية، بعد اختيار الولاية ستضغط هنا اسم المستخدم الذي هو في وصل دفع الملف اللي راه عندك. اسم المستخدم، كلمة المورد ستجدها مباشرة بجانب اسم المستخدم في وصل الذي أخذته بعد دفع ملفك، ثم اضغط على طبع استدعاء الاختبارات الكتابية وستظهر لك على شكل PDF. تضغط على أيقونة الطبع وتطبع هذا الاستدعاء. طريقة سهلة وسهلة جدا إخوتي. إذا عجبكم الفيديو ما عليكم إلا أن تضغطوا أبوني بالعربية أو اشتراك بالفرنسية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.